اسمع السي راه ما غاديش تقدر نهائيا انك تستفز المشاعر ديال الساكنه ديال العيون. الا عدت عندك نيه مبيته انك تجي وتستفز المشاعر ديال الساكنه ديال العيون، كن على يقين انك راه ما غتقدرها. والصحراء راه امتداد، راه اقليم الرحامنة، المصوتين ديالو راهم في القويز في السماره، وبني ملال راه يوم عندنا هون في العيون. اسمع، ورانا نقدروا ندخلوا اي جهه في المغرب بين مغاربه ما يقدر حد يردنا عنها. مع اللوائح الانتخابيه كان غلط، ولكن الى حدود سنه 2016 ومنذ التحاق الحاج محمد سالم الجماني ولد حياه خطري، كان لي الشرف انني نكون واحد من الوصفاء في اللائحه معاه. الحزب عرف واحد الطفره نوعيه، وانتقل الحزب من مرحله المرحله الثانيه بينها سنوات ضوئيه. حزب اللي ما كان يجيب 600 صوت عاد يلعب في 23000 صوت، راهي ماهيش قليله. بالتالي المراد من هذه الرساله اللي بغيت نوجه هو احنا كمناضلين كقيادات اقليميه وجهويه، كمنتخبين اقليميين جهويين برلمانيين، عندنا رساله ماشي رافدينها المؤتمر بوزنيقه. يا الحزب، تعاملك مع قياداتنا لا يتشد فيه الاعتبارات التاليه، والله راهي تعاملك مع قياداتنا فيها اسقاط لنا احنا مباشره. احنا اليوم كنأكدوا عندنا ولاد المشروع، ولاد حزب الاصاله والمعاصره، هذا مو كلامي انا، هذا كلام المؤتمرين اللي ماشيين كاملين. احنا ولاد الحزب، يغرنا ولاد اهلنا، رانا عندنا اهلنا، واللي مس كبارنا رانا ما نقبلوها له. احنا اليوم كنتعاملوا مع حزب الاصاله والمعاصره على اساس عندنا ولاده، وفي مرحله معينه غلط معنا الحزب، والقياده الحاليه للحزب غلطت في الصحراء، وحنا ماشيين آملين من المؤتمر الخامس يفرز لنا قياده تحسن التعامل مع الصحراء. هذه رسالتنا للقياده ورسالتنا للمواطن في العيون كإقليم وكجهه. خلونا نمثلكم شوي، ردة الفعل اللي نعدلوها جماعية، وذاك اللي نتعاملوا به مع القيادة والله مع الحزب. حنا راه مو الحزب اللي كيطلبنا نجوه، حنا كننفذوا وكنمشوا بالتوجيهات ديال صاحب الجلالة. صاحب الجلالة كيقول يا الأحزاب نفاتحوا على المجتمع، ويا الأحزاب نفاتحوا على الشباب، ويا الأحزاب نفاتحوا على النسيج المجتمعي المغربي. يا غير، سامحه الله من في القيادة، سامحه الله لا يحسن التعامل مع المواطن عامة. راه مو مشكل في الصحراء مثلا معاه، راه واحد في التقاشر وواحد شي ماني عارف واشنو، حنا ما كنديروا حملة لشي واحد ضرك. يا غير، كنقولوا يا حزب الأصالة والمعاصرة، عندك وجوه نيرة وعندك أطر من خيرة أبناء المنطقة، يا إما لا يتحافظ عليهم يا إما لا يتخسرهم. وهذه رسالة من خلالكم ومن خلال المؤتمرين، هذا هو الشعار اللي ماشيين به البوزنيقة. يا إما لا نبداو صفحة جديدة مع الحزب، يا إما لا نتعاملوا تعامل جديد مولي مع الحزب. نهاية، شكرا جزيلا للفعاليات الجمعوية اللي كتآزر حزب الأصالة والمعاصرة. اللي تسمحوا لي الرجال، شكر خاص للفعاليات النسائية، شكر خاص لأنه حزب الأصالة والمعاصرة دائما يدعي بالفعاليات النسائية، وحنا كنأكدوا عن هذا، هذا نتاج الفكر ديال المشروع الحداثي ديال حزب الأصالة والمعاصرة، هذا نبتو.
هنيئا للنساء الأصالة والمحصرة، هنيئا للجمعيات، هنيئا وهنيئا ل هنيئا لكل الفعاليات اللي شاركت وترددت في واحد الكلمة بغيت نقولها قبالة، ترددت بزاف ولكن لينا ما وحلالي لا ودليل نطبقها. شوف احنا في حزب الأصالة والمعاصرة في العيون الساقية الحمراء مانا قاصرين سياسيا ولا قاصرين فكريا، مزيان انتداب المؤتمرين نعدلوه من نهار قامت الساعة ونعدلوه راسنا وما قطعنا حد يجي من الرباط يدير علينا الإشراف.